الساحر إيهاب أمين، خلاص لقبوك بالساحر. أنت كنت عندك كورونا، وطبعا ألف حمد لله على سلامتك، وكنت بقالك 10 أيام تقريبا ما بتتمرنش، وبعدين عرفت الساعة 2 أن أنت خلاص هتلعب. كان رد فعلك إيه كده في الأول؟ الله يسلمك. يعني كان رد طبعا، يعني كنت فرحان قوي ان انا هلعب طول الفتره. يمكن انا كان عندي اعراض في الاول قويه قوي، وكنت تعبان في الاول مثلا اسبوع، وبعدين بدات اتحسن. فاخر 3 4 5 ايام حوالي قعدت يعني مستني ان انا المسحه تطلع سلبيه عشان اقدر العب، اقدر اتمرن حتى. وفضلت يمكن اول مسحه طلعت سلبيه، تاني مسحه طلعت ايجابيه، وبعدين تالت مسحه طلعت سلبيه تاني يوم الماتش الساعه 2. فلغايه تقريبا يوم الماتش ما كنتش عارف ان انا هلعب ولا لا، ورحت الاسماعيليه اليوم الماتش، ويعني كنت فرحان قوي ان انا هقدر حتى لو اشارك. كنت عارف ان انا هشارك فتره قليله. ما كنتش خايف ان انت بقالك فتره ما اتمرنتش، انه انت اول مره تلمس الكوره تقريبا في المباراه امبارح؟ لا طبعا كنت خايف، بس هو زي يعني مامودي قال، احنا الفرقه يعني في ناس كتير قوي ناقصه، وفي ناس بتلعب وهي مصابه، فهي ظروف استثنائيه. فيمكن اي حد كان قادر يضيف اي حاجه للفرقه كان بيحاول، وكلنا عملنا اللي علينا يعني.